تولي مملكة البحرين القطاع الزراعي اهتماما كبيرا منذ عقود مضت، ومع مرور الوقت تطور هذا القطاع بشكل ملحوظ حتى باتت هناك حاجة ملحة لإيجاد شباب بحريني متخصص في الزراعة ليسهم في الارتقاء بهذا المجال. فانطلق معرض البحرين الدولي للحدائق هذا العام تحت شعار الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل. تكريسا لثقافة الزراعة كعلم وتخصص، انطلق معرض البحرين الدولي للحدائق في هذا الموسم تحت شعار الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل، ليكون بمثابة الشرارة الأولى لتشجيع الشباب على التخصص في هذا المجال. الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل إيمانا من المبادرة الوطنية ودعما لاستراتيجية الحكومة في إيجاد وظائف زراعية متخصصة. طبعا لما نقول وظائف زراعية متخصصة توجد وظائف كثيرة، وإحنا من خلال الشعار نحاول ننقل إلى الأجيال الجديدة التخصصات والعلوم الزراعية الموجودة في العالم، فهي ما تقتصر على مهنة المزارع بل في أمور كثيرة يقدر تخصص فيها الواحد، مثل فني مختبر، تصنيع الأغذية، ومثل ما تعرفين تم اختيار ذي التخصص لأن الإنسان ما يقدر يعيش من غير غذاء، وكثافة السكانية قاعدة تزيد بنسب عالية، فلابد من وجود تخصصات تساعد في تسريع من عمليات الزراعة والإنتاج الغذائي. المعرض هذا العام يركز بشكل كبير على الجناح العلمي من حيث الاهتمام بالزراعة كخيار مهني طموح لتلبية الطلب المتزايد للعاملين في هذا القطاع من الشباب البحريني المتخصص. الزراعة مهنة واعدة، مهنة للمستقبل، يعني الشباب يجي ينخرط في مهنة الزراعة لازم يكون هناك تخصصات زراعية توجه لها اليوم للدراسات يدرسونها. هذا اليوم المعرض يعرف الناس بهالطريقة. هي مبادرات قديمة بسبب أهمية هذا القطاع للاقتصاد في البحرين، وتنتج عن هذه الأهمية أهمية أيضا تأهيل الشباب والكوادر في هذا المجال للإسهام في الاقتصاد المحلي في المجال الزراعي والتنموية الزراعية. أنا ولدي حاب أنه يدرس مهندس زراعي، فإن شاء الله متقدم علشان أنه يصير له نفس ما تقولين الحين الزراعة طورت على الهيدروبونيك، على زراعة بدون تربة، فوق الأسطح غير الأسطح، عشان الناس تتطور الناس أزيد وأزيد في شغل الزراعة في البلد، في الإنتاج أزيد، مو بس إنه مجرد إنه في الزراعة في مزرعة، حتى في المنازل تنزرع الزراعة. فهذا حبيت ولدي يطلع مهندس زراعي علشان ينفع البلد الجميع. يعني مشاريع زراعية متطورة، خيارات علمية متنوعة يتيحها المعرض تشجيعا للشباب البحريني للانخراط في هذا التخصص ودراسته بشكل متعمق، ليكون خيارهم الأول عند الولوج إلى الجامعة ويصبحوا الخيار الأول في سوق العمل للاستفادة منهم للارتقاء بهذا القطاع. الاهتمام بالزراعة كخيار مهني طموح اتخذه المعرض شعار له لتلبية الطلب المتزايد على الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.